التقى السيد رئيس أركان الجيش عددا من أبطال جرحى الجيش العراقي، حيث استمع سيادته إلى المشكلات والصعوبات والمعوقات الصحية والإدارية التي تواجه الجريح، وأمر سيادته بتذليل كافة العقبات من ترقيات وعلاج داخل وخارج البلد، موجها المعنيين بتسهيل وتذليل إنجاز معاملاتهم. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 4 حزيران المهرجان الرياضي العسكري السنوي الذي أقامته الكلية العسكرية الأولى بمناسبة الذكرى 98 لتأسيسها، والذي شهد عدة فعاليات قتالية وتدريبية. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 5 حزيران حفلة تخرج كوكبة من الضباط الأحداث صنف الدفاع الجوي الذي أقيم في معهد الدفاع الجوي في معسكر التاجي. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الاثنين الموافق 6 حزيران دائرة الإدارة، وكان في استقباله معاون رئيس أركان الجيش الإدارة وضباط الركن ومديرو المديريات المرتبطة بالإدارة، وقدم معاون رئيس أركان الجيش الإدارة شرحا مفصلا عن مهام ووظائف الدائرة وأبرز المعوقات التي تواجه سير العمل. حضر السيد رئيس أركان الجيش مساء يوم الاثنين 6 حزيران ندوة حول معاهدتي سيبر ولوزان وأثرها على مستقبل العراق بعد العام 2023 لمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الثلاثاء 7 حزيران قطاع عمليات ديالى، حيث أجرى سيادته جولة بالطائرات للاطلاع على قطع المسؤولية وانتشار القطعات. زار السيد رئيس أركان الجيش الأربعاء 8 حزيران قيادة فرقة المشاة 17، واستمع سيادته إلى إيجاز مفصل عن مهام ووظائف وقاطع المسؤولية وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل. حضر السيد رئيس أركان الجيش 5 حزيران المؤتمر التدريبي المنعقد في مقر قيادة القوات البرية، والذي تناول الخطط التدريبية المعدة لعام 2022. التقى السيد رئيس أركان الجيش 5 حزيران مدير مكتب التعاون الأمني في العراق والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الخطط المستقبلية التي تخص دعم وإسناد الجيش العراقي.